اليوم اللي من دونك حبيبي. نسلوتي اليوم راجع بابا، يلا فيقي. فيقي، عنا شغل كتير. شو حلو هالنهار. والله والله يا انسي امساندي، اذا انت مكيفه طاق على رجعة جوزك بالسلامه، انا مكيف عشر طوق. يا سلام، وليش بقى؟ أوه، شو ليش بقى؟ لانه هي اول ليله بدي اروح انام فيها وانا قرير العين مثل ما بيقولوا. بدي اطمن انه انت بدك تصيري بايادي امينه، لانه انت كل المده امانه في اعناقنا. لك تسلم لي يا ابني، والله والله انك ما قصرت طاول طاول. ما؟ على حظي، يعني حرام تكون في شيء وحده هيك بيركي بالمطار عم تستناني وانا راجع بالطياره من شانه. ليش انت بتطلع بالطياره؟ ايش هالحكي؟ لك انا اللي بطلع بالطياره، اساسا انا مقضي عمري كله بالطيارات، لحيته مو بالطياره، مو بالمطار تستناني على حدود محل ما بيصفوا هي بيعملوا تصفيه تبع السياره، ما على حدود باول كازيه لخيتو تستناني بكراج البولمن. بس المهم تلتقوا لشي وحده تستناني. صحي ادري انت ليش رجعت تتجوزت؟ شو؟ ليش انا عجبني الكحل لحتى ارجع ادنبه؟ بس انت بتعرفي اول بيشتين هزار مرمرتني، ايه بعدين اجت الانسه هنادي عذبتني. ايه والله. واخر وحده الانسه ليان دمرتني على الخالص. طيب شي هيك هذا جديد على الخط؟ لا تخط جديد، يلا والله العظيم بستحي انا. يلا قلي اخري. انت ما بتخبط عليك، بتقول لك على سر، بس ما بتجيبي سيرة لحدا. طاول طاول طاول. ها لك انا لامي ما قلت لها. ها خلص سرك كبير. شو بقول لك؟ لا ما بقول لك. شلون بدي يصير سر لك؟ ايه قال اقول لك. بس بتعرفي انا هيك عم بدكتك على الموضوع على نار هيدي. اوعى تنساها تقوم تحترق. لا 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 بعجبك، انا بعجبك. سيم ساندي بدي اسالك سؤال. شو؟ نحن وقت نكون طالعين على طريق المطار بيكون البحر على يميننا ولا على يسارنا؟ صور على يميننا. لا يا ابو على الصواب، معناتها رايحين على طرابلس. ايش شو؟ شان الله يا ادري رح يوصل تيتو، انت لسه مضيع الطريق. شو؟ انا مضيع الطريق؟ لك انا بعرف طرقات لبنان، شوفي شوفي اكله من اجري شوف، انا بدي اضيع الطريق؟ ايش عم تحكي انت؟ بتعرف اذا نزعت لي لقائي مع تيتو شو ممكن يصير لي انا؟ انا بدي انزع لك اياه؟ ليش لك لابسيني اياها براسي؟ ياما ايش اول واحد بتاخر يعني؟ خربطنا خربيطه، ما عم بلاقي الاكزيت اللي لازم اطلع منه، يمكن مغيرين اللافتات. بعدين تعي لقول لك، يعني بجوز يكون طلع بالطيارة الثانية مو بهي الطيارة اللي بتجي هلا. ايه بجوز ما طلع بالطيارة بالاساس، بجوز ما بده يجي لهون نهائيا. لك شو عم تحكي انت؟ شو مستحيل؟ ايش مستحيل؟ بقص ايدي من هون اذا كان طلع من امريكا، دقي له لشو؟ دقي له. اول مرة لك الدق ناقص ما بنشال بقبان. خلص ادري لا توترني. انا اسف. رن التليفون. شو؟ الو تامر، انت وين؟ شو لساتك بامريكا؟ ابو ايه وانا عم استناك هون. شو ميتنج؟ صار الميتنج اهم مني؟ مو جاي ما؟ والله مالي خبر، والله مالي علاقه، بعرف له يعني فصول ناقصه، بس انا ما دخلني مشان الله يا انسي مدام ميديا، والله لا تزعلي. معلش خلاص بيجي بطياره تانية بعدين، بيجي بعدين لا تزعلي، خلاص لا تزعلي مشان خاطري لا تزعلي.
أدري شو؟ خدني على البيت. باخدك على البيت بس هيك باخدك مع الحالي لازم تروحي. عم لك خدني على البيت خلاص. ايه والله والله ما بتركك تروحي على البيت وانت زعلانه يعني خلص تركي علي. بدي اخذك لشي محل هيك تروي غير الشكل. خلاص لا تزعلي خلاص عندي عندي. بعت لك حتف يا زين على الفصل الناقص. وين صار الاكزيت؟ يبلاني فشلان حنكي يبلاني بقتلي ان شاء الله بروح قتل بروح فقي ان شاء الله بتعفسني سياره بلا نمره بتعفس هيك بتشقف 100 شقفه. يبعث لي حتفه مثل ما اقترحت عليك هذا الاقتراح انه تدقي له على امريكا ويرد عليكي وتزعلي هيك. والله والله ما تدرى خالته فريده انه انا زعلتك. والله تزعل مني ما كان ما كان. شكرا ادري عذبتك معي. لا ما شغله ما شغله يعني واجب يجي اساوي بسيطة بس خلينا وصلك انا لفوق لقدام باب البيت يعني خايف تدوخي بالاسانسير مين يشحطك فوق؟ لا طمن انا منيحة انا كثير منيحة. طيب ادق لها للدكتورة الانسي كمان تيجي تشوفك؟ ادري انا ميديا قد ما وقعت برجع بقوم وبقوم اقوى من الاول. خلص طيب مثل ما بدك مع السلامة. مع السلامة بامان الله. الله الله مالك كويسه تعبانه وتلفاني يبعث له حد في نص خلقته ليش ما اجى؟ لو بطلع بايدي لو معي فيزا كنت زتيتك بامريكا بوجهه. بعث له حد في للي قالت لامه مبارك ما اجاكي.